دعني أقول لك شيء. شكوت حالي إلى أحد السياسيين الأمريكان، إحنا ما نشكو إلا لله سبحانه وتعالى ولأصدقائنا وحلفائنا، مو لموظف، لعضو برلمان أمريكي. شكوت حالي قلت له ما معقولة أنتوا يعني تدعون حربكم على إيران وتدعون أنتوا كذا وتدعون دعم الديمقراطية في العراق وتدعون وتدعون، والسيد الفلاني الوزير الفلاني المتهم على أنه يمثل إيران في العراق والفكر الإيراني لا يمثل إيران، لأن احنا ما نتهم اتهامات باطلة. هذا الوزير يوميا في السفارة الأمريكية، يوميا عازب السفير الأمريكي على الغداء على العشاء. بعد فترة أيضا رحت إلى أمريكا، قال لي تعرف أنا أرسلت برقية للسفير الأمريكي، قلت له أكو هيك حكي صحيح ولا لا؟ والسفير الأمريكي قال لي هذا الرجل هو أكثر الوزراء تعاونا معنا. أوف، يعني الوزير اللي أنا وياك نشوفه هو أقرب شخص في الحكومة إلى النظام الإيراني أو الدولة الإيرانية، هو أكثر الناس تعاونا مع الأمريكان. السؤال، هل هذا بعلم إيران لو مو بعلم إيران؟ طبعا بعلم إيران. إيران تقودها عقول ذكية. قاسم سليماني مطارد دوليا، قاسم سليماني ذكي داهية جني، قاسم سليماني دمر العراق، فرد واحد دمر العراق، وكل المؤسسات العربية والعراقية والأمريكية لم تستطع أن تحمي العراق من هذا الشخص وشرور هذا الشخص.